ذو القرنين، الشخصية الغامضة والملهمة التي تجوب الأرض بحثاً عن المعارف والحكمة. يروي التاريخ عن بناء سد ياجوج وماجوج، حيث استخدمت مواد فريدة لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. يأجوج وماجوج الشعوب الضالة التي تجسد الفتنة والفساد. من خلال قصة ذو القرنين نستفيد دروساً قيمة عن الصبر والحكمة في مواجهة التحديات. دعونا نستلهم من هذه القصة العبر ونترك بصمتنا في عالم الخير والعلم.